السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا موضوع جدا مهم اللي هو كثير من الإخوان ضرورية إلى في قضية تعلم العود. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. عندي دورات موسيقية اللي يتمنى محاضرات اللي يحب يتعلم العود واللي يريد يحب يتعلم الغناء. طبعا الأولى هي أونلاين مباشرة، اللي يحب مثلا وياي عن طريق الفيديو مباشرة وياي، أو يحب حضوري موجودة في بغداد أيضا عندنا. الرقم الواتساب موجود أسفل الفيديو اللي يحب انه يستفسر بخصوص هذه الدورات. اخواني الاعزاء، احنا عندنا دائما تتاكد من اصابع المقامات. احنا شويه اخذنا هذه الفتره الفيديوهات مالتنا اكثر ما هي تطريبيه وعزف، اخذناها علميه حتى انت تعرف. لان انا كثير من الطلبه اللي ادرسهم او كثير من الناس اللي التقي بيهم او اللي اسمعهم او اللي يكتبوا لي، هم عندهم مشكله انه عدم التاكيد وعدم التركيز. فانت من تريد تعزف تعزف المقامات، مثلا عندك البيع الكرد، هذا كرد عربي، الكرد ياخذ سي بيمول من بيمول. ليش هاي؟ منين راح تعرفه؟ من خلال ما تدرس مع الاستاذ نفسه، وبالتالي الاستاذ راح يعطيك كل مقام دليله اللي هو تمشي عليه. دليل ما هو؟ هو احنا عندنا من تختلف الاصابع معناته اختلفت الى مقام اخر. يعني من تختلف، لان لكل مقام الى اصابع، وبالتالي راح شو تكون عندك. يعني شوف هسه هذا الكرد ياخذ سي بيمول بيمول، مي فا صال لا سي دو ري ري دو سي لا صال فا مي ري. البيات قريب عليه، فراح شو يصير عندك؟ مي كار فا صال، واضح؟ هذا الجزء الاول. السيجا قريب، بس يبدي ميكا تودي. اوكي، فاذا سيجا سيجا. المهم وين صارت القضية؟ انه انت اكو بعض من الاخوان عندهم مشكلة من يشوفون هاي الفيديوهات ابا عليهم مثلا، او يقولوا لي احنا مرات ندوس كذا ندوس. هذا غلط. ليش؟ انت متى تبدي تتمرن ري مي فا، تعرفوا هذا الميم مي، وايضا المي بيمول يكون في الطرف يفرق عن الميكار. هذا با، هذا ميكار فا صال با، هذا صال بيمول وبنفس الوقت فا ديس. هنا عندك هنا شنو؟ لا بيمول وبنفس الوقت صال ديس، وهكذا اكو بعض الدوسات اللي هي انت لازم تعرفها، فلازم محتاجك تتمرن. نرجع على اللامي، مي فا صال سي دو ري ري دو سي لا صال مي. راح يصير عندك جنسين كرد، بس لكن شنو؟ ما اخذت ثلاث خافضات عكس الكرد الاصلي. هذا اللامي مو يصير انت تقول قول صار عندك لاكا، فلازم تضبط اصابعك ومن تتمرن باو عليهم درجاتهم وقياساتهم. اكون انه وصلت لكم المعلومه، وتحياتي لكم، وممنون جدا للمتابعه، وعذرا على الاطاله، وتاكدون على هذه الاشياء المهمه لكم. تحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.